مايا رحال من ومضة، رائد أعمال الأسبوع اليوم معنا الأردني نور خريس، المؤسس والمدير التنفيذي لميسا الورد، أول شركة تأسست بالشرق الأوسط لتطوير الألعاب على الموبايل. نور، ميسا الورد كيف بلشت اليوم ووين صارت؟ بلشنا بال2003 من شغف وحبي للجيمز ومن خبرتي بخدمات القيم المضافة على الموبايل، وانطلقت من 2003 لليوم لصارت شركة بتنتج منتج استمر على الموبايل، ألعاب إلكترونية عم تتوزع في أكثر من 300 بلد حوالين العالم. وبلشت من حبي وشغفي للجيمز، للألعاب الإلكترونية. أها، وشو هي شو أنواع الألعاب الإلكترونية اللي أكثر شيء بتركز على تطويرها؟ خارطة الطريق اللي اشتغلنا فيها اختلفت اليوم عن قبل 5 سنين أو قبل 7 سنين. احنا في البداية لما بدينا تركيز على إخراج محتوى ألعاب خاص في الوطن العربي وكتير محلي، فكنا بنصنع ألعاب معروفين كنا فيها زي ألعاب التريكس والترنيبي، هي ألعاب الورق الشدة، وكنا دائما نفكر بالألعاب تكون أكثر ريليتد للكالتشر تاعنا. كانت هاي الخطة في أول 3 سنين. انتقلنا بعديها لمصطلح بنسميه الجلوكاليزيشن، صرنا نفكر بطريقة شوي عالمية بس مع احترامنا للمحلية لأي بلد حننطلق فيها. وكان أول منتج لنا كان للسوق المكسيكية مع أحد المزودين الاتصالات في المكسيك، وكانت هناك ثاني انطلاقة لنا في خارطة العمل إنتاج محتوى محلي بس للسوق خارج الوطن العربي. اليوم مع وجود العالم المنبسط اللي احنا اليوم صار فلات ونقدر نسوق خلال الاب ستورز بالاماكن اللي بدنا اياها، صرنا ننطلق هلا بمحتوى عالمي بالعاب على طول. ضلينا في القالب اللي هو اللي بيسموه كاجوال جيمز، الالعاب الخفيفه على الموبايل، ولكن هلا صار عندنا نظره عالميه، صرنا نتفرج على الاسواق العالمية، طبعا مع إبقائنا للطابع المحلي في كل سوق إحنا بنتوجه إلها. أها، كيف بتقيس النجاح اللي حققته ميسا الورد لليوم؟ إحنا بميس الورد كان أهم استثمار لنا في الفترات الأولى هو مش بس بالمنتج وبشو نعمل كإيرادات، كان بالبيئة اللي خلقناها جوا ميس الورد. بتتميز ميس الورد ببيئة عمل مميزة، يعني بكل فخر بنحكي فيها احنا كميس الورد على مستوى شركات الاي تي، وهي هذا كان الاستثمار اللي عملناه، واليوم نعتبره اهم ايرادات هذا الاستثمار. بعد ما انتقلنا من البيئة اليوم صرنا على مستوى الايرادات والارقام. طبعا اليوم احنا خلال العابنا بخلال السنه بنعمل بمعدل 5 مليون ل 7 مليون داونلود يوزرز على الالعاب المختلفه اللي عندنا. بنحتل مراكز اولى في اسواق معينه زي نوكيا وبلاك بيري الشرق الاوسط، وحتى في سوق الاي او اس على الايفون في 5 بلدان في الاسابيع الماضيه احتلينا المركز الاول على مستوى الداونلودز، على مستوى عدد الناس اللي عم بتنزل الالعاب بتاعتنا. اليوم منتجاتنا عم ترتفع بهالمستوى، وهذا هو النجاح اللي حققناه. تيم عمل مكون من 30 شخص ببيئه مميزه، هاي البيئه بتعتمد على كفاءه الشخص واداره ذاتيه، بيئه يعني بتطلع على المنافسه العالميه من غير ما تكون محصورة فقط في المنطقة اللي احنا عايشين فيها. شو أهم التحديات اللي واجهتها خلال هالمسيرة اللي عشتها؟ في أول مايا بأول سنوات كانت انا كنت عايش برا الاردن، لما فتحت كنت في فرنسا وفتحت مكتبي في الاردن، وكان اني انقل اول شيء بيئه بالطريقه اللي بدي اياها. كنت في اداره الشركه كانت مختلفه جدا بعدم وجود اداره، وكانت يعني كان عندي فكره من البيئه اللي هو اليوم بنطبقها، وكان وجود اشخاص يهتموا بصناعه الالعاب مش فقط مؤهلين تقنيا، لانه الشباب عندنا خاصة في الوطن العربي وبالأردن بالتحديد نسبة التعليم التكنولوجي عالي جدا والتقني عالي، ولكن كان بدي ناس بيحبوا صناعة الألعاب، بيحبوا الألعاب. فبعد ما وجدناهم كان عندنا في زي كونفليكت بيننا وبينهم، كان في اصطدام بيننا وبين أهاليهم بأنه شو صناعة الألعاب؟ كيف بدك تودي أولادنا من
من انه يشتغل ببنك ولا مع تلكو كبير عشان يصنع العاب. فكانت التحديات اكثر عباره عن اجتماعيه في البدايه، من انها تقنيه، ثم كان وجدنا التحديات التقنيه ووجود الموبايل وكان بال 2003 لما بلشنا كان لسه في مراحل الاولى، ونقنع الاسواق المحليه بانه منتج الترفيهي وبالاخص الالعاب مهم. فكانت التحديات التسويقيه، وبعدين مرينا بمرحله بعد ما كبرنا وصار عندنا طموح اكبر، التحديات الاستثماريه، انه نجد مستثمر. واحنا كنا كشركه مستثمر بنستثمر من نفسنا، يعني انا شخصيا وايرادات الشركه تستثمر فيها ذاتيا. لل 2011 دخلت معنا تيمار، واحد المستثمرين الاتراك دخلوا معنا. فكان التحدي يجي ان نجد مستثمر لنا بيناسب البيئه اللي خلقناها، وهي بيئه مش موجوده في السوق اللي احنا فيها، يعني بيئه تعتمد على الاداره الذاتيه، الاشخاص ما فيش اوقات دوام، بيئه حتى بشكل وديزاين المكاتب مختلف، ما فيش اداره مفتوحه. فكانت نجد مستثمر يفهم طموحنا وشغفنا للالعاب من غير ما يتفرج على الارقام الايرادات. كانت جدا هذا تحدي، كان اصعب تحدي مرينا فيه خلال مسيرتنا، والحمد لله اليوم يعني مرينا من كل التحديات. هلا بلشنا بتحدي جديد، هو التحدي التسويق، كيف نسوق المنتجات بتاعتنا بشكل اكبر على مستوى العالم على الاسواق المختلفه. هذا التحدي اليوم احنا اللي عايشين فيه. شو خطتك للمستقبل القريب لميسل وورد؟ وين حابب تشوفه من هلا لسنه؟ والله شوفي، انا صدقا ميسل ورد حابها طبعا تكبر كشركه وتوصل المنتج تاعها عالميا، ولكن انا حاب انا مسؤول كمان بنفس الوقت رئيس لرابطه اسمها صانعي الالعاب الاردنيه في الاردن، فعندي طموح للصناعه كامله على مستوى الاردن وعلى مستوى الوطن العربي. بحب يكون السوق العربيه وهي لها المؤهلات اليوم تكون احد الاسواق الفعاله في انتاج، مش فقط في استهلاك الالعاب الالكترونيه، لانه وصلناها في السنوات الماضيه كان مستهلك كمنتج للألعاب الإلكترونية. فأنا عندي طموح شوية متوزع على المسؤولية تاعتي كرئيس للرابطة بأنه ترتقي الأردن نكون مركز وبوابة لصناعة الألعاب في المنطقة العربية. هلا كميس الورد أكيد بطمح لها أنها توصل على مراتب عالمية وننافس ونبقى بالتنافس على الأسواق، يعني خاصة الأمريكية والأوروبية، الشركات اللي هي كبيرة في صناعة الألعاب. كتير حلو. نور خريس، المؤسس والمدير التنفيذي لميسل وورد، شركة لتطوير الألعاب، ألعاب الموبايل في الأردن والعالم العربي. شكرا لتحدثك مع ومضة، ونتمنى لك كل التوفيق كل الحظ. شكرا لكم لاستضافتكم. شكرا مايا، شكرا.